160 طنا من الأقماح يستلمها فرع السورية للحبوب في اللاذقية عبر مركزين هما صومعة قبو العوامية وصومعة المرفأ ضمن إجراءات وتسهيلات للمزارعين. من أهم الإجراءات التسهيلات اللي أخذتها اللجنة المركزية هي إلغاء شهادة المنشأ، بتتيح الفرصة لكل الفلاحين اللي عندهم حيازات صغيرة حتى يوردون الأقماح تبعهم، ورفع سعر القمح ل 400 ألف للطن الدرجة الأولى، بالإضافة للتسهيلات اللي أخذناها نحن باللجنة الفرعية برئاسة سيد محافظ اللاذقية. أول شيء نحن بنجيب الأقماح من عند الفلاحين، بنأمن لهم سيارات، ثاني شيء بنأمن لهم محروقاتهم، دائما محروقاتهم موجودة شايلين لنا حاسبين حسابهم، تسهيلات بيجيبوا سياراتهم، بيجيبوا أي آلية بيحبوا يجيبوا فيها القمح نحن جاهزين نستلم فيها. اخترنا هالسنة مركزين، مركز الشهيد عروة إبراهيم ومركز مطحنة الساحل، حيث يغطي أطراف المحافظة بالكامل. ناخذ عينة قبل الوزن، بعد اخذ العينه بتتوزن السياره وبتدخل على القبان، بتكون العينه راحت على الغرفه السريه لتنقسم جزئين، بتاخذ رقم سري وبتدخل جزء منها بالرقم السري على غرفه التحليل، والجزء الثاني بيبقى عند الغرفة السرية بحيث أنه خبراء التحليل ما يعرفوا لمين العينة. يتم أخذ عينات من الأقماح وإخضاعها لمجموعة من الاختبارات وأهمها الدرجة والجودة. تجي العينة لعنا، بجيب المرقم خبير الساحة بيعطيها، بتتجزأ هون العينة، جزء بيضل عنا وجزء بيروح على التحليل. بعد التحليل بيجيبوا لي العينة لهون، بسجل بيانات المزارع والوزن وشو الدرجة طلعت، وبرفقها مع العينة الثانية اللي عندي وبجمعهم هون بالأقداس. التحليل بيصير انه بنجزئ العينة، بعدها بناخذها شيء بوزن معين من 50 ل 100 جرام، بنحطها بنحللها بنشوف شو فيها اجرام، شو فيها شوائب، بنحسب لها ثقل نوعم. موجودين السنه هون بموسم الشراء كمتدربين مشان نصير بالمواسم اللي قادمه كخبراء رئيسيين. تساهم محافظه اللاذقيه وان كان بنسب ضئيله في رفد سوريا بمحصول القمح الاستراتيجي، مع وجود خطط للتوسع في زراعته وخاصه زراعه الاقماح بالطريقه الحافظه.